سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريساً لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة الأسيان. يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد حققت دول المجموعتين إنجازاً مهماً في طريق التنمية الاقتصادية حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا المجتمعة 7.8 تريليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نمى اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3% ونمى اقتصاد دول الأسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معاً نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً. إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطوراً ونمواً، حيث بلغ حجم التجارة مع دول الأسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليج العربي عالمياً بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار. وتشكل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول الأسيان 9% من مجمل صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول الأسيان ما نسبتها 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون. وخلال 20 عام الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول الأسيان ما نسبتها 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة لدول الأسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار. وشكلت استثمار دول الأسيان في مجلس التعاون الخليجي ما نسبتها 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار. وفي ظل ما تمتلك دول مجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وإننا نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا. وفي هذا الصدد فإننا نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح مملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الأسيان لمدة عام 2024-2028 لرسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعاً. إن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمناً موثوقاً للطاقة من مختلف مصادرها، وفي الحفاظ على استقرار العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات استدامة تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون.